يعني هنا احنا مركزين على مذكرة النقد اللي هتكون معاك النهاردة، وزي ما وضحنا هو انفراد وظهور خاص. حابين نتكلم عن المذكرة ونشوف محتويات المذكرة ايه، وده طبعا امر بيهم الجمهور، جمهور الرأي العام والسوشيال ميديا بصفة عامة. حميقات النيرة أشرف يتقدم بمذكرة الطعن ضد حكم الإعدام. أشرف نبيل محامي قاتل نير أشرف 11 ثغرة قانونية تستوجب نقض حكم الإعدام. السلام عليكم، لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. مساء الخير على حضرتك. أنا عايز أقول لكم على حاجة مهمة جدا جدا. محامي قاتل نير أشرف يتقدم بمذكرة طعن ضد حكم الإعدام. قال أشرف نبيل محامي محمد عادل الطالب المحكوم عليه بالإعدام بعد إدانته بقتل الطالب نير أشرف أمام أبواب جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية يوم 20 من يونيو الماضي، إن الحيثيات التي أوردتها هيئة المحكمة في حكمها ضد المدان كتبت بعناية شديدة وفائقة وبعد مراجعة دقيقة إلى أنها لم تسلم من الأخطاء ورد بها 11 خطأ. وأضاف نبيل خلال تصريحات صحفية له عقب إيداعه مذكرة النقد اليوم الخميس أنه قدم مذكرة الطعن على الحكم اليوم أمام نيابة جنوب المنصورة الكلية، مؤكدا بوجود 11 خطأ قانونيا مما يؤدي إلى بطلان وقعت فيها أسباب الحكم، ما يؤدي إلى بطلان مطلق لما يكون نقده واجبا. وكان أشرف نبيل المحامي بالنقد قد تقدم اليوم الخميس بمذكرة النقد على حكم الصادر بحق الطالب محمد عادل والصادر بحقه حكما بالإعدام شنقا لإدانته بقتل الطالب نير أشرف أمام بوابة جامعة تشكي بالقرب من جامعة المنصورة خلال شهر يونيو الماضي. وقال محامي المتهم في بيان نشره عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن مذكرة الطعن على الحكم التي صدرت ضد المدان تتضمن 11 سببا قانونيا وسيتم إيداعه بنيابة جنوب المنصورة الكلية. أشرف نبيل محامي قاتل نير أشرف 11 ثغرة قانونية تستوجب نقض حكم الإعدام. أكد أشرف نبيل محامي محمد عدل الطالب المدان بقتل زميلته الطالب نير أشرف أمام بوابة جامعة تشكي بجامعة المنصورة في 20 من يونيو الماضي والصدر بحقه حكما بالإعدام، أن الحيثيات التي أوردتها هيئة المحكمة كتبت بعناية شديدة وفائقة وبعد مراجعة دقيقة إلا أنها لم تسلم من الأخطاء ورد بها 11 ثغرة قانونية. وأضاف نبيل خلال تصريحات صحفية له اليوم عقب إيداعه مذكرة النقد أنه جرى الطعن للحكم اليوم أمام نيابة جنوب المنصورة قائلا 11 خطأ قانونيا مما تؤدي إلى بطلان وقعت فيه أسباب الحكم، مما تؤدي إلى بطلان مطلق لما يكون نقده واجب. وكان أشرف نبيل المحامي بالنقد والمدير السابق لمكتب فريد الديب المحامي الشهيد تقدم اليوم الخميس بمذكرة النقد على الحكم الصادر بحق الطالب محمد عادل والصدر بحقه حكما بالإعدام شنقا لإدانته بقتل الطالب نير أشرف بالقرب من جامعة المنصورة خلال شهر يونيو الماضي. وأوضح في بيان نشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك أن مذكرة الطعن على الحكم التي صدرت ضد المدان تتضمن 11 سببا قانونيا وسيتم إيداعها بنيابة جنوب المنصورة الكلية. دفاع قاتل نير أشرف يطعن على إعدام محمد عادل، الحكم تضمن 11 خطأ. زعم دفاع محمد عادل المتهم بقتل طالبة المنصورة نير أشرف تضمن حكم الإعدام الصدر بحق موكله 11 خطأ، وأن نقده واجب يؤدي إلى بطلان الحكم. وقال المحامي أشرف نبيل دفاع المتهم في القضية المعروف إعلاميا بذبح طالبة جامعة المنصورة أنه قدم الخميس مذكرة الطعن على حكم صدر إعدام المتهم شنقا إلى محكمة النقد بالمنصورة. وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام محلية أنه تقدم بالطعن على الحكم بعد دراسة القضية وحيثياتها، وضح أن كتابة مذكرة الحيثيات بعناية فائقة وبدقة بعد مراجعة قانوننا. وكان محمد عادل المتهم بقتل نير أشرف حرر توكيلا رسميا بمصلحة تقدم مذكرة الدفاع النهائية بمحكمة النقد بالقاهرة. رسميا محامي يتقدم بطلب لتمكين محمد عادل من الطعن على حكم إعدامه. تقدم خالد دسوق البري المحامي بطلب للمحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة لتمكين المتهم محمد عادل محمد إسماعيل
قاتل الطالبة المنصورة نير أشرف والمحكوم عليه بالإعدام شنقا في الجناية رقم 11409 لسنة 2022، جنايات قسم أول منصورة والمحكوم فيه بجلسة 6 يوليو 2022. من التقرير بالطعن بالنقد من سجنه بسجن شمس العمومية حتى يتمكن من إيداع أسباب الطعن بالنقد، وذكر الطلب المقدم بأن المادة 34 من قانون رقم 57 لسنة 1959 وفق لآخر تعديل صدر في ديسمبر 2019 في شأن حالات وإجراءات الطعن من محكمة النقد، نصت على يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف 40 يوما من تاريخ الحكم الحضوري أو تاريخ الحكم الصادر في المعارضة. كما انقضت محكمة النقد أنه متى كان من الثابت أن المتهم قد أبدى وهو بسجن رغبته في أن يطعن في الحكم الصادر ضده بطريقة النقد في الميعاد، وأثبتت رغبته في أن يطعن في الحكم الصادر ضده بطريقة النقد في الميعاد وأثبتت هذه الرغبة كتابه بالأوراق ووقع عليه، فإن ذلك يعتبر قانونا تقريرا بالطعن لو أنه لم يحرر طبقا لما يتطلبه القانون في هذا الشأن، ويكون الطعن مقبولا شكلنا. محام يتطوع ويطعن على حكم إعدام محمد عادل. قدم محام مصري متطوع أمس الأربعاء مذكرة إلى محكمة النقد للطعن على حكم الإعدام الصادر بحق محمد عادل قاتل طالبة المنصورة نير أشرف. وتقدم المحامي المصري خالد البري بمذكرة من تلقاء نفسه تعاطفا مع محمد عادل قاتل نير أشرف، حسب ما أفاد المحامي أحمد حمد الموكل من أسرة القاتلة. وأصدر مكتب المحامي فريد الديب بيانا صحفيا بشأن قضية مقتل الطالب نير أشرف، أكد خلاله استمراره في الدفاع عن الطالب محمد عادل قاتل زميلته نحرا أمام جامعة المنصورة. وقال البيان أنه لا صحة للأخبار المتداولة عن سحاب المحامي فريد الديب من الدفاع عن محمد عادل قاتل الطالب نير أشرف. مقابل 3 مليون جنيه أشرف نبيل يتولى الطعن على حكم إعدام قاتل نير أشرف. أصدرت مصلحة شهر العقار والتوثيق اليوم أول توقير رسمي والوحيد بتوقيع المتهم محمد عادل المحكوم عليه بالإعدام لتولي المحامي أشرف نبيل مرحلة الطعن في حكم إعدامه، وذلك بعد أن أعلن المحامي شروط قبول القضية بعد تفاوض دام أكثر من 45 يوما تلقيه مطالبات ورسائل عديدة من المتعاطفين مع المتهم وأسرته. وكان من أبرز الشروط التي وضعها نبيل هو أنه لا يتطوع مجانا ولا يقبل تحويلات من دون أجنبية، وأنه يجب أن يوكل رسميا في القضية من المتهم أو أهليته. وفي نفس السياق كشفت إحدى المصادر أن أسرة مصرية أثرية قد تواصلت مع نبيل منذ أيام وتفاوضت معه لتولي مرحلة الطعن وتوكيله رسميا في القضية. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. ما هو سبب قبول النقد أو الطعن على الحكم؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.